طبعا نفس المثال اللي كان فات هيهمني قوي ان نفس المثال، لان انا يهمني اعرف انا عايز اعمل ايه. دي طرق موجوده اوريدي، وانا عايز اعمل باص من اي لحد بي، عايز اعمل باص من النود او من البيت اللي هو الاصفر دوت لحد البيت مثلا اللي هو لونه موف اللي هو الايه اللي هو فوق ده. فطبعا ببدأ من هنا، وزي ما اتفقنا كأن عندي لحد دلوقتي كلهم بعاد عني، فببدأ ان انا بقاد البيت ده وببقى بروميز ان انا اوصل لحد ايه بكوست 2، لحد جي بكوست 3، لحد جي بكوست 4. فطبعا هبدأ ان انا يعني زي ما بيقولوا احل معاكم خطوة خطوة، فغالبا هتبقى ببدأ ان انا هنا كده وصلت لاتنين. لما وصلت لاتنين بقى البروميس بتاعي ان انا اوصل هنا بستة، اوصل هنا بسبعة، اوصل هنا بستة، وهنا بتلاتة. فطبعا التلاتة تكسب، يبقى انا ساعتها التلاتة تكسب، يبقى الخطوة التانية اختار الاصغر، فالاصغر ان انا اخد جي عن الطريق ده او بالطريق ده. وانس وصلت الجي هيفتح معايا اربع حاجات جداد، طبعا ده اوريدي موجود فانا مش هختاره خالص لان اوريدي انا خدت الطريق ده. هنا هوصل بسبعة، وانا كنت برومز ان انا اوصل بسبعة، فهي هي ممكن امشي كده وامشي كده لما احتاجها يعني. هنا هوصل بسبعة، هنا هوصل بخمسة، وانا كان عندي يعني ايه الدليل او كان عندي عرض ان انا اوصل باربعة، فهختار الاربعة. يبقى هحط الاربعة، بعد كده هاكستند من المكان ده، طبعا الاربعة دي هتفتح لي ستة سبعة تمانية. طبعا لو باخد بالي يبقى الستة هي اصغر حاجة، فغالبا هيبقى الخطوة التالية اللي هي ان انا اوصل للايه للستة. وصلت للستة فهنا بقى في عندي 11، ممكن اوصل للتارجت بتاعي ب11، بس مش هتسرع دلوقتي لان ده احد الحلول، انما ممكن تكون في حلول افضل. هنا هوصل لتسعة، هنا بوصل لسبعة المسار ده. فناخد بالنا اللي بعد كده، طبعا يعني كأنها النودز اللي ممكن تيجي بعد كده اللي هي النود دي والنود دي اللي هي بي سي اف اتش، فهختار واحدة منهم بناء ان الباص يكون وصل لها يكون اصغر ايه اصغر ما يمكن. فطبعا زي ما احنا شايفين سبعة هي الحاجة الصغيرة، كنت ممكن اختار السبعة دي، الاتنين يعني ايه زي بعض. فخلاص انا خدت السبعة ديت، وانس ان انا خدت السبعة دي هيفتح معايا هنا تسعة، تسعة دي احسن من الايه من الحداشر، هيفتح هنا عشرة وهيفتح هنا عشرة برضو. فطبعا واضح طبعا ان انا دلوقتي عندي اصغر حاجة لحد دلوقتي اللي هي السبعة، لان بعد كده ارقام اكبر فهختار السبعة بالظبط. بعد كده طبعا هيبقى في عندي عشرة، ومن هنا تسعة، ومن هنا طبعا اربعة، هنا عشرة، ومن هنا تمانية. فتمانية طبعا هتبقى هي الرقم الايه التالي بالظبط. هيبقى في بعد كده عندي عشرة، 11، وهنا طبعا 12. فالحاجات دي كلها ارقام كبيرة، فانا هنا يهمني ناخد الرقم التالي. الرقم التالي طبعا هيبقى هو التسعة، فالتسعة طبعا هبدأ ان انا اختارها. التسعة هتفتح لي لو انا عايز اكمل يعني هتفتح لي هنا 12، بس انا باجي هنا بعشرة. اوكي، فطبعا ممكن اقف هنا لو انا عايز احل المشكلة وخلاص، او احل كل النودز فاستنى لما اخلص النودز كلها، لو النود كلها تيجي من البريورتي كيو تروح لحد عند الاس. طبعا كده يبقى انا خلصت الحل، والحل بتاعي الفاينل ان انا وصلت للنودز كلها كده. طبعا تبقى الايه الموضوع يكون ايه انتهى. طبعا يهمني قوي ان انا ابقى عارف المشكله بتاعتي تكون الويتس بتاعتي كلها بوزيتيف، ابقى محدد البروبلم بتاعتي هل هي شورتست باس ولا هل هي مينيمم سبانينج تري، او لو في بعض الاحيان عندي بروبلم بحللها لاجزاء وبعض الاجزاء دي تبقى شورتست باس وبعدها يبقى مينيمم سبانينج تري، لان مهم جدا ابقى فاهم البروبلم قبل ما احلها، قبل ما اتسرع في ان انا اتخذ ايه اتخذ احد الايه احد الحلول. ديكسترا اللي هو الالجوريثم دوت شبه جدا الالجوريثم بتاع ان انا بكريت تري وبقعد اعمل لها اكستنشن خطوه بخطوه. فده طبعا من الحاجات اللي هي مهمة ان الواحد يبقى عارف ان هو ازاي ممكن يبقى عنده جراف والنود يحط لها بعض الاتريبيوت الزيادة اللي هي بتقول لي دلوقتي ان النود بتاعتي ده البيرنت بتاعها
او ده البيرنت بتاعها او ده البيرنت بتاعها. فكأن زي ما بيقولوا ممكن اعمل امبيدد تري جوه الجراف، او كأنها في تري مستخبية جوه الجراف، طبعا مش باينة من الداتا بتاعت النودز، بس ممكن ان انا احطها على جنب او بقول مثلا ازاي ان انا اوصل من ده لده. يعني برضو باي ذا واي بعد ما عرفت ان البي ايه بقى الحل الاخير، الحل الاخير ان البي البيرنت بتاعها الاف، والاف البيرنت بتاعها الجي، والجي البيرنت بتاعها الاي. فكل كنت ما بختار خط من الخطوط الخضراء ديت يهمني اقول مين البيرنت بتاعت النود دي. اعتقد